بسم الله الرحمن الرحيم. Wir fangen jetzt mit der fünften Lektion an. نبدأ مع الدرس الخامس. Und ich muss, ich kann, ich will. Ich muss, أنا يجب. Ich kann, أنا أستطيع. Ich will, أنا أريد. فلدينا المودال فيرب. Konjugation und Position im Satz. Al-Modal-Verben, الذي سنعرفه بعد قليل. Konjugation, التصريف والمكان في الجملة. فلدينا müssen, يجب, وحبذا لو تكتبون, schreibt bitte die Übersetzung, die Bedeutung. Müssen, يعني يجب. Können, يستطيع. Dürfen, أيضا يستطيع, لكن من حيث السماح, يعني يسمح لي أن أفعل كذا. dürfen, ich darf. wollen, يريد. sollen, أيضا اللي يجب. والمسن يعني مثل يفترض. ونستطيع أن نقارن بالإنجليزي. ال must والشود. und möchten, يريد أيضا, لكن برغبة, بحب. وأيضا يكون أكثر محترما. فمثلا عندما أكون في المطعم لا أقول ich will ein Glas Wasser, ich möchte ein Glas Wasser bitte, يعني يكون أكثر احتراما. بعد ذلك لدينا التصريفات, وطبعا نرى هنا الأحمر أن هو خارج القاعدة. ف ich muss, du musst, هنا تغير ال ü, er sie es man muss, طبعا المن يعني أحد أو jemand. من كان أو من muss das machen, يعني الواحد يجب أن يفعل كذا. wir müssen, نحن نجب. ihr müsst, أنتم يجب عليكم. sie müssen, طبعا ich kann, du kannst, er sie es man kann, wir können, ihr könnt und sie können. طبعا هنا يوجد لطافة أن عندما أحد يقول لك du musst das machen, يعني يجب عليك أن تفعل كذا, فتستطيع أن تقول ich muss nichts machen, يعني تريد أن تكون رخم شوية فتقول ich muss nichts machen, أنا لا يجب علي أن أفعل شيء. ich muss nur sterben, هو الواجب علي فقط الموت. أنه كل الأشياء باختيارك, تستطيع أن تفعل وأن لا تفعله, لكن الموت مجبر عليك. فإيش داف, دو دافست, er sie es man darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. هنا طبعا ich will, du willst, er sie es man will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. وال soll, sollst, soll, sollen, sollt, sollen. ich möchte, du möchtest, er sie es man möchte, wir möchten, ihr möchtet und sie möchten. هنا يقول im Singular, في المفرد, wechselt bei müssen, können, dürfen, يعني يتغير في الأفعال الثلاثة, und wollen, والرابع, der Vokal. im Singular, bei müssen, können und dürfen und wollen. يتغير هنا الفوكال ال ü ö ü وال o. die ein und drei Personen Singular haben keine Endung, ليس لديهم نهاية. هنا في الأخير نتعلم على الترتيب. فيقول ich muss am Montag um 6 Uhr aufstehen. احفظوها, إنه فاعل المودال فيرب, سائر الجملة, الفعل الحقيقي. فإيش نوميناتيف, مس مودال فيرب, أم مونتاك أم 6 أور, الباقي der Rest, aufstehen يعني الفيرب. طبعا الفيرب يكون في الانفينيتيف. أنا يجب علي أن يوم الاثنين أن أستيقظ الساعة 6. أم زونتاك können wir zusammen frühstücken. يوم الأحد نستطيع
مع بعض أن نفطر. طيب حتى لا أتكلم أنا لوحدي، هي عبد الله مش تنزليزن ولا مش تيمنت ليزن؟ فين معلش؟ طيب تريدون أن تقرأوا الثالث؟ طيب أستاذ عهود، متغاي يا نوما دغاي ماي كندا دوفن نيكو ماينا، يا فيزيان genau. Meine Kinder dürfen nicht oft fernsehen. أطفالي لا يسمح لهم غالبا أن يشاهدوا التلفاز. طيب الذي بعده، meine Tochter. أنا برضو نعم، ما فيش غيركم. طيب ماين تختار فيل اوست اون كمبيوتر، هي دي زي الانجليزي برضو كمبيوتر كمبيوتر، يا سبيل ابنتي تريد غالبا أو كثيرا أن تلعب على الحاسوب. طبعا حينما نترجم يكون الترتيب مختلف، فلازم نتعود. فالجميل يعني لو حبذا لو فعلتم ماذا؟ إنه الجملة وتكتبون الترجمة وتشاهدون الترتيب تبع الترجمة فتقارنوها. طيب ماين زون، Mein Sohn soll Hausaufgaben machen. تمام، ابني يجب أن يفعل الواجب Ja. أو من المفروض يعني. أوكي يا Ja, musste aber ins Kino gehen. تمام، لكن هو يريد أن يذهب إلى السينما. فنلاحظ كما قلنا يعني هذا الذي يشرحه أنه المودال فيرب في البوزيشن 2. دي مودال فيرب stehen auf بوزيشن 2. Das andere Verb im Infinitiv في المصدر am Ende في النهاية، wenn es im Kontext klar ist، يعني عندما يكون سياق الجملة واضح، ist der Infinitiv nicht obligatorisch. يعني أحيانا حتى لا نحتاج إلى الفعل، فممكن أقول عندما يكون مفهوم. يعني أنا هنا لازم أدقق، يعني لازم أشوف مشت أبا إنس كينو مثلا. هنا هو فعلها في بين قوسين، فلو اكتفينا ب إير مشت أبا إنس كينو هذا يكفي. فيعني ليس من الواجب أن نقول جيهن، لأنه مفهوم أنه يذهب إلى السينما ولا يطير الواحد إلى السينما مثلا. Wir gehen jetzt zur Aufgabe 1. أظن أن الجميع جاهز. Ergänzen Sie die Verben. فلدينا möchten ونصرفها حسب المكان. نبدأ مع الأستاذ عمود. متع. Was? Möchte. Genau. Was möchtest du essen, Annika? ماذا تريد أن تأكل، أنيكا؟ Herr Abdullah، أنت موجود؟ طيب الأستاذة هند. ايش مشتو؟ باجيتي؟ تمام، سوبر. ايش مشتو؟ سباجيتي. هذا مزعج. فاو عمود. Genau. Und was möchte deine Schwester? Ma Jurid? Schwester? Oktuka? Annika? Das Abdullah, لو يعني تواجدتم ممكن، لو رفعتم يدكم مثلا او اي اشاره حتى اعرف انكم موجود يكون جميل. استاذه هند. يولياني مشتري بيتزا. زوفا مشت بيتزا، هي تريد البيتزا. بعدين متى ايش مشتري نيشت دواي اسن كوكن. تمام، ايش مشتري
nicht zwei Essen kochen, لا أريد أن أطبخ وجبتين. بعدين Also, was muss das hier? Annika und wo ist der? Juliana. Also, was möchtet ihr? إذا ماذا تريدون؟ يا أنيكا ويا أوليانا. يوليانا. طيب بعدين أستاذة هند، أنتم تعرفون الترتيب، يعني مرة الأستاذة هند وبعدين أستاذة هند. Wir möchten Eis. Genau. Wir möchten Eis. نريد الآيس كريم أو المثلجات. بعدين Mutter. Mutter أو هي دي Kinder. أنا عايز أعرف أتصرف أنا مع ذي ولا مع إيا ولا مع بير؟ طيب دي كنا يعني ذي ذي هم تمام يبقى مشتم كانوا ذي أو دي كنا مشتن أيس. طيب ما معنى أوفي؟ مش زي أو ماي جاد كده؟ مثلا اوفي او مثل المصريين كما يقول. نعم لم اسمع. طيب يعني مثل المصريين كما يقولون يا لهوي مثلا. ننزل الى الثاني. كنن يوليانا فراو هند. فراو هند أنت موجود؟ صوت شيء صراحة لا أسمع شيء. طيب أستاذ عمود؟ يوليانا إسكان كنن ألف دو. على فكرة صوتك ما كانش باين خالص. تمام طيب كده تمام؟ Ich bin im Auto. Das merkt man. Das ist meine Musik. Oh, ich bin im Auto. Okay. Gute Reise. Gute Reise. Ich kann viel besser schwimmen als du. نحن ممكن نفعلها انه الاستاذ هند تكتب لان الصوت فعلا مش واضح ابدا خالص. هي معناها ان انا استطيع ان انا اعوم افضل منك صح كده؟ تمام استطيع ان اسبح اكثر واحسن منك. بعدين انيكا زو كونست يلايش بس زمن Aber ich kann besser Fußball spielen. تمام. Du kannst vielleicht besser schwimmen. تستطيع أن تسبح ربما أحسن. Aber, لكن, ich kann besser Fußball spielen. أستطيع أن ألعب أحسن الكرة القدم. طيب. الآن. هي يعني إيه؟ نعم. هي قبل besser. Vielleicht. ربما. فلاشت أنا ربما. طيب الأستاذة هند ممكن تكتب الإجابة متى hoffentlich في بعد قول فعلا لا نسمع ولا شيء. haben Sie bitte okay wir hören jetzt ein wenig hoffentlich ja أنا صراحة سمعت الإجابة بس غير الجملة. فهوفنلش كنت ihr beide gut Englisch, Mathematik und Deutsch. كنت. يعني نتمنى أنكم تستطيعون. أتمنى أن أنت تكون كويس في الإنجليش والحساب. بالضبط. ف
فنتمنى أن تكونوا جيدين في الإنجليش، الإنجليزي والرياضيات والألماني. طيب أستاذ عمود، يوليانا und Annika. Wir können sehr gut Englisch und Deutsch und Mathematik. Und Juliana kann sehr besser Computerspiele als du. تمام. Wir können, نستطيع جيد جدا الإنجليزي والألماني والرياضيات. Und Juliana, وهي kann viel besser Computer spielen als du. أنت تلعب أحسن الحاسوب منك. أنا إيه؟ طيب أستاذ عمود، الحاسوب كمبيوتر. لا يعني الجملة اللي تحت الأول كان دي بسم معلش ترجمها تاني تمام. Und Juliana kann viel besser Computer spielen als du. وهي تستطيع أن تلعب على الحاسوب أحسن منك. Und die Kinder können schneller laufen, besser tanzen, besser lernen. Ich kann sie nicht länger schlafen. تمام. Und die Kinder können schneller laufen. الأطفال يستطيعون أن يركضوا أسرع وأن يرقصوا أحسن وأن يتعلموا أحسن وأن يناموا أطول. هنا الأخيرة، نعم. كنا schneller laufen. لا لا كنا بالاي ان في الاخر können k o umlaut n n e n können. اوكي. Jetzt Aufgabe 3. يعني بما انكم اثنين فنقسمها هكذا مرتين، يعني ليس بالترتيب. المتعة كله استاذة هاندا، او هي كانت قبل قليل. الأم كله الأستاذ عمود، بعدين أنيكا و يوليانا، والمتعة فراو هاندا. طيب مسلم، es gibt viel Arbeit, alle müssen helfen. Okay. Alle müssen helfen. Bleiben. Frank, du musst einkaufen und ihr Kinder, ihr genau. Müsst putzen. Genau. أنا سأترجم الآن. Es gibt viel Arbeit. يوجد كثير من العمل. Alle müssen helfen. الكثير أو الجميع يجب أن helfen. نحن هنا لو كتبنا sollen alle sollen helfen تكون صح، يعني ما فيش غلط، لكن المعنى يتغير شوي. يعني من المفترض أن يساعد الجميع، فالزولن مثل من المفترض. تمام. فالمسن يعني مثل هذا واجب عليكم. فرانك دو موست einkaufen، انت يجب ان تشتري تتسوق. und ihr وانتم kinder يا اطفال، ihr müsst putzen، انتم يجب ان تنظفوا. يعني لو كنا خليناها زولن هتبقى مثلا كاننا نقول لازم مش واجب، هتبقى اكثر الزاما يعني. الجميع لازم ان يساعد. فرانك لازم ان ممكن موسم افضل يعني حسب التعبير اعتقد يعني. يعني هي موسم بتبقى بتحتمل ان حاجه تحصل او لا، لكن زولن بتحتاج ان الحاجه تبقى لازم تحصل، ما فيش فيها ما ينفعش تبقى لا يعني. بالعكس، هو المسن اللي ما أقوى؟ فيش يعني أقوى، المسن أو أقوى. تمام. يعني فكرة مثلا إن أنا أقول لحد إن هو لما ياكل أكل الفلاني ممكن يكون مفيد، فهو ممكن ياكله ممكن ما ياكلوش، لكن لو أكل تاني كاله ممكن يبقى مسمم مثلا فيموته، فالحالة دي ما ينفعش إن هو ياكله أبدا، فهتاخد مسن أقوى. Du musst nicht von diesem Essen essen. Du sollst nicht von diesem Essen essen. مثلا تمام. يعني du musst nicht. أنا لكن هنا بما أنه في نفي، أنا كألماني أقول du darfst nicht. يعني لا يسمح لك، ما فيش سماح لك. لا لا أنا بنتكلم
على ان انا مثلا حد بياخد تعليمات فانا بقوله ان يجب او لازم. تمام، فنستخدم المصدر. الأطم زي ما قلنا، يعني زي مثلا في اللغة اوكي العربية واجب وجائز. اوكي، واجب دي لا، هنعتبرها الجائز حاجة للبص، تانية. زولين هنعتبرها جائز يعني، لا 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 لأن لا، مش أمي جائز، لا وأمي واجب وجائز. لا، ده فرق بعيد. طيب اللازم، مش اللازم أخف من الواجب صح؟ لا، لازم لازم. لازم أقوى. طيب طيب، إذا الفرق هو لازم هو الواجب. بصي، هو شرعيا لا هو خلاص بتختلف في اللغة العربية دلوقتي. لا، الفرق هو اللازم ماشي. هو الواجب، طيب الثلاثة زي بعض. لكن هتفرق بقى لو كان في حاجة حرام وجائز وواجب، الثلاثة مش زي احنا كده بعض. دخلنا في الشرعي، دخلنا في الفقه. يعود اللازم هو الموس وذول، الاثنين زي بعض اعتقد. بصي، احنا نجيب دكتور لغة عربية يفصل في الموضوع. طيب سأحاول أشرح مون في التليجرام إن شاء الله. طيب أني كان يوليانا، يوليانا فرهندا، انا اعمل ايه؟ انا انيكا. فرو هاندا ممكن تجيبه؟ لا، تمام، اقول فرو هاند، معلش لخبطت. تمام تمام. ديا موسم بوتسر تمام فاموس نوا اين كاوفن بس نيست فيها. بعدين هي اخر كلمه. طب مش تمام تمام نشتفى، يعني ليس من العزم، هي تفاوض ازاي؟ نشتفى يعني ليس من العدل، من العدالة، زي أنطيف. تمام، مثل الإنجليزي. أكمل الموتى. تمام نشت فيها، نشت نشت فيها، معي نشت نشت فيها، فيها. عليك. نشت فيها طيب تمام، موتى يا هود. حاضر. إيش موس كوفن فاشل اون دي دي بونن او فوينن داز نشت فيها. تمام. طيب في مسن بوتسن، يعني نحن نجب أن ننظف أن بابا مسنو أينكوفن، والأب يعني بابا يجب أن يشتري فقط نوع. داس إست نيشت فير، هذا ليس من العدالة. فالأم غضبت وقالت ليست عادل، ليست عدالة، ليست عدالة. أنا يجب أن أطبخ وأن أغسل الشقة، لا، أن أغسل وأن أرتب الشقة. Das ist nicht fair. هذه ليست من العدالة. طيب لدينا 6 فراغات في الرابع. Frau Unhut، ممكن 3. Erste, wo wohnt ihr Urlaub machen? Annika und Juliana, wir wollen zu Oma fahren. Eltern, Juliana, willst du nicht im Urlaub schwimmen? تمام. فwo wollt ihr Urlaub machen؟ أين تريدون أن تقضوا أو أن تفعلوا الإجازة؟ Wir wollen بالأن zu Oma fahren، أن نذهب إلى جدة. Juliana، willst du nicht im Urlaub schwimmen؟ ألا تريد أن تسبح في الإجازة؟ Frau Handa، doch. Ich will schwimmen, aber Annika will zu Oma fahren. Die Kinder wollen zu Oma fahren. Das ist gut. Das kostet nicht. تمام، الجميع يفكر دائما في المال أولا. Doch, ich will schwimmen. بلى، أنا أريد أن أسبح. Aber Annika، تمام، doch ich will schwimmen. بلى، أنا أريد أن أسبح. Aber Annika will zu Oma fahren. لكن أنيكا تريد أن تذهب إلى الجدة. Die Kinder wollen zu Oma fahren. الأطفال يريدون أن يذهبوا إلى الجدة. Das ist gut. هذا جيد. Das kostet nicht viel. هذا لا يكلف كثيرا. طيب، dürfen wir الآن Frau Unhut
كمان ثلاثة. متى أنيكا دور دافس يتس يس كمبيوتر سبيلر أنيكا بغم دافس شير لل أو نرفع شوية أربعة فايف في هير الواجن فيها تمام تمام هقول من الأول متى أنيكا دو دافس يتس تنشت كمبيوتر سبيلر أنيكا ضغوم ضغط مش نشت موتا تموس هاوس أو جابل مخل أنيكا ضغط ليانا بيوتا شبيل تمام. فأنيكا دو دافت يتسنش كمبيوتر شبين، يعني لا يسمح لك أن تلعب الآن على الحاسوب. فغم دافش نشت، لماذا لا يسمح لي؟ لماذا لا أستطيع؟ تو مست هاوس أوف كاب مخن، يجب أن تفعل الواجب. داف يوليانا كمبيوتر شبين، هل يسمح وهل تستطيع يوليانا أن تلعب على الحاسوب؟ فقاو هاندا نمبر 5 موتا أنيكا أنيكا صح؟ أنيكا إيه دو موتا موتا أنا بس ممكن ترفع شوية الصفحة لأن أنا مش معايا كتاب. تمام معلش أنا ظننت بس أنا مركز أصلا على الكتاب فمعلش. كاين بروبليم كاين بروبليم تاس بروبليم أنيكا دو درست يس نيشت كمبيوتر شبين انتو في أنيكا صح؟ توني ناين إياه الموتى من أول أني أوه تحت نعم ما أنا برضو هنا ناين درست يوليانا كمبيوتر شبين ناين إير درست نيشت كمبيوتر شبين وانت إير درست أوك نيشت فرنزين Wir dürfen nicht versehen, dann dürfen Mama und Papa auch nicht versehen. Ja? Sie. Tamam. Dann dürfen. Okay. Nein, ihr dürft nicht Computer spielen. لا يسمح لكم لا تستطيعون أن تلعبوا على الحاسوب und ihr dürft auch nicht fernsehen. ولا تستطيعون أيضا أن تشاهدوا التلفاز. Wir dürfen nicht fernsehen, لا نستطيع أن نشاهد التلفاز. Dann dürfen Mama und Papa auch nicht fernsehen. إذا ماما وبابا لا يستطيعون أن يشاهدوا التلفاز. طيب دقيقة. أوكي. الآن ستة. طيب اثنين أستاذة عمود واثنين أستاذة هاندا the art the artist sagt ich soll nicht arbeiten Vater du sollst nicht arbeiten تمام the artist sagt ich soll nicht arbeiten الطبيب يقول أنا لا يجب أن أعمل أو لا يفترض أن أعمل Du sollst nicht arbeiten. لا يفترض منك أن تعمل. الآن jetzt Frau Hut. لا أنا قلت إيه هذا اللي هتقوله. معلش تمام. Wir sollen تمام. فwer soll die Arbeit machen؟ من يفترض أن يعمل أو أن يفعل العمل؟ يفترض أو هل يعني هل يفترض أن نسأل أمك؟ sollen wir deine Mutter fragen؟ أوكي. طيب. طب معلش wir sollen هتبقى إيه إن على أكبر يعني بعدها دي معناها إيه؟ دي أخبار في المخ جمع يعني؟ لا wer soll die Arbeit machen؟
ايوه، هو احنا صرفناها دول على اساس ايه؟ من يجب يعني مثل نحن لما أخذنا الضمائر فوق في البداية كنا نقول as yes من فالغالب فالغائب المفرد يعني من يجب فمن هذا يدخل في الهو والهي والمحايد تمام. okay wir gehen jetzt zur Aufgabe 2 Welches Verb passt? Kreuzen Sie an. Welches Verb passt? Ich möchte. Ich kann Urlaub Warte machen. mal. أنا اتنين هيبني. تمام. طيب أنا أبتدي. Er ist wie Mann. Mann möchte, kann, muss, auch Urlaub machen. ممكن تاني möchte kann Möchte, kann, muss, Urlaub machen. ليس لا هو تمام möchte تمام as yes oder möchte Urlaub machen kann Urlaub machen لكن ال müsste oder müsste لازم يكون muss muss Nein, am Ende. طيب دقيقة أشرح من جديد هو هنا يريد أنه نشر أو حسب التصريف قلنا er möchte er kann er muss بعدين والله عندي فهنا قريب له طيب أنا سأشرح wir wollen und wir können هذه بس الآن فرو عمود هي تبقى دور تمام زي اون زي بولن كنن كنن هو الإيه في اثنين إيه دوس و إيه مست اللي هما جنب بعض دور تمام والزي زي فولن و زي كنن اي طيب ننزل الآن Am Sonntag schreiben Sie Sätze. طيب. هنا لدينا خمسة. أنا سأبدأ إن شاء الله. Wir können am Sonntag lange schlafen. Frau Handa, zwei, Nummer zwei und drei. طيب فرو عمود Meine Tochter, wir eine Freundin besuchen. Meine Tochter will eine Freundin besuchen. Richtig. Nummer drei. Okay, mein Mann möchte Fußball sehen. Sehen, tamam. Mein Mann möchte Fußball sehen. طبعا الأولى أنه wir können am Sonntag lange schlafen نحن يوم الأحد نستطيع أن ننام كثيرا meine Tochter ابنتي تريد أن تزور صديقة mein Mann زوجتي أو زوجي يريد أن يشاهد الكرة نمرة فيه Ich muss am Sonntag Lieder auch gucken. Ich muss am Sonntag leider auch kochen.
Ich muss leider auch. Leider يكون في المكان الثالث. leider auch على بعضها يعني. تمام. Ich muss leider auch am Sonntag kochen. أنا للأسف يجب أن أطبخ يوم الأحد. طيب رقم خمسة، رقم فين؟ Am Nachmittag بعدين ja am Nachmittag wir müssen zusammen spazieren gehen. nicht ganz لا حاول من جديد. ثاني wir zusammen am Nachmittag müssen spazieren gehen. Oder wir möchten zusammen am Nachmittag spazieren gehen. تمام، wir möchten am Nachmittag zusammen spazieren gehen. تمام، هي كده صحيح. طيب نستطيع نغيرها. فwir möchten am Nachmittag. النachmittag مثل leider ممكن نقدمها، فنقول am Nachmittag möchten wir zusammen spazieren gehen. تمام؟ ما انا قلت كده والله. هي كانت في شوية وبعدين غيرتها مرة. لا هي كانت طيب تمام. في شوية لخبطة، لأنه أنا سمعت إنه am Nachmittag wir möchten. فمشت نبيع. مشت نبيع. تمام. Ja, wir waren اوكي، نمبر 4. Auf dem Ausländeramt، وزارة الخارجية تقريبا، schreiben Sie Sätze. Herr Gutsmann, طيب، möchten ich meine Aufenthaltserlaubnis verlängern. Aufenthaltserlaubnis يعني الإقامة. فich möchte meine Aufenthaltserlaubnis verlängern. أنا أريد أن أطول مدة الإقامة. Frau Hut. Sie mussten in den dritten Stock im Zimmer 320 gehen. Genau. Sie müssen in den dritten Stock in Nummer oder in Zimmer 325 gehen. يجب أن تدخلوا في الدور الثالث في شق أو يعني غرفة رقم 325. البحث الذي بعده. Ja, mein Wort ist hier. Ich können oder ich kann? Ich können. Ich. Na, ich können. Ich kann ja. Ich kann. Dann. فإيش كان meinen Hund mitnehmen. أستطيع أن أخذ كلبي وليس قلبي. الذي بعده. هذا أنتم يعني لديكم في ألمانيا أن أعتقد أن الكلاب أو القطط بتتعامل معاملة البنات يعني بتعاملوهم ك هير وإسود تقريبا ده هون مذكر. تمام دوفن هوندا هوندا داف نيشت انس هاوس جيهن هوندا صح كده هوندا بعدين هوندا داف نيشت انس اللي هو هوندا من جمع دي هوندا تمام هوندا دوفن يعني هي اساسا جايه من الصرفه صح ولا اصل اللي فوقها كانت كان مش كده هوند تمام المفرد هوند والجمع هوندا تمام اين هوند في له هوندا هوندا دوفن نيشت انس هاوس جيهن تمام فالكلاب لا يسمح لهم بالدخول إلى البيت. الأخيرة. Wir wollen
الايلاند. زولن ولا زولت؟ بوزول ايرهون. أنا صراحة أنا أسمع كل شيء لكن سأقول الإجابة. فو زول ده هونت بلايبن. فو ايوه زول ده ده هونت بلايبن. انا قلت وليس زول. أنا سمعت زولن في البداية قبل. نعم. لذلك أوكي. هنا سننتهي. تراجعنا الصوت. أنا أريد أن أشرح أو أقول شيء. هو بالنسبة للتدريب الذي في الماضي هنا. لدينا فان بعدين زوغيت فارن دو ان بيرغوس فان فيرست دو ان بيرغوس زوغيت انا سألت احد وقال انه فعلا الكتاب فيها اخطاء وانا لازم انتبه عليها فانه يعني ان نذهب الى مكان يحتاج الى ناخ اما تسو واما ناخ لو في اداه دادي داس مثل دي تركاي فسو تركاي مثلا أما هنا بيرغوس ليس لديه ذا لا نقول دير بيرغوس ولا دي بيرغوس ولا داس فيصبح ناخ فان فيرست دو ناخ بيرغوس زوريك oder لو كان الأنكومن فان كومست دو ناخ بيرغوس أن أنا لا أتذكر بالضبط أي واحدة كان لكن أظن زوريك فارم المهم أن هنا في خطأ ليس إن بيرغوس وإنما ناخ تمام. الحمد لله.